أشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. 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 اللهم يا حي يا قيوم اشفي كل محسود ومعيون. اللهم يا حي يا قيوم اشفي كل محسود ومعيون. اللهم يا حي يا قيوم اشفي كل محسود ومعيون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 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 من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم 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 من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 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 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله
لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قالوا فأتوا به على أعين الناس الأعين الناس الأعين الناس الأعين الناس الأعين الناس الأعين الناس الأعين الناس لعلهم يشهدون. ولقد آتينا داود وسليمان علما 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 ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون 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 فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فنظر نظرة
في النجوم فقال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 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 يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 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 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها
كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون 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 وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين
ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير 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 فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة 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 عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا
عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة فيها عين جارية 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 أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين 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 ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.